حذر حزب المؤتمر من خطورة تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخطط اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن هذا المخطط الخطير سيؤدي إلى وقوع مجازر بشرية لم يشهدها العالم من قبل، خاصة أن هناك 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة للغاية داخل منطقة رفح الفلسطينية. كما أشار إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لإجبار جيش الاحتلال على عدم تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يزيد من حدة الصراع داخل الشرق الأوسط وسيكون له عواقبه الوخيمة بالمنطقة والعالم.